مرعي، كابتن مرعي عايز تغير طريقه اللعب؟ اه ما في تغيير. حسبي بقى الله ونعم الوكيل. الماتشين ما فهمش. ماشي اتفضل، غير طريقه اللعب يا كابتن مرعي. انت خايف، انت بتقول ان 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 السنغال ما تلعبش معاه جيم مفتوح. انا مش هلعب معاه جيم مفتوح. أنا تلعب أنا تلعب 4 2 3 1. انا مقتنع ان احنا لما لعبنا في فتره من الفترات بطرق دفاعيه مع كوبر في 2017 وصلت النهائي ووصلت كاس عالم. تمام. مع كيروش جينا لما حبينا غيرنا مع اجيري في 2019 وصلنا خرجنا من دور 16 امام جنوب افريقيا لما قال لك العب بطريقه هجوميه والقصه دي. ففي طرق دفاع، طرق تتناسب مع طبيعه لعيبه معينه. انتوا ادرى بقى، احنا يجي يقول لك الصحفيين ما يتكلموش. اتفضل يا كابتن. انا شايف يا اسلام طريقه 4 2 3 1 دي طريقه على فكره انسب طريقه ان هي بتتلعب بيها في كل حته في العالم. ممكن تغيرها، مش لازم ان انا ممكن ابدا 4 3 3 مش مشكله زي الطريقه، بس لازم يبقى عندك حلول ثانيه. مفيش مدرب في العالم النهارده بيبدا بطريقه بينهي بيها. اتفرج على 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 جراديولا، ولا اتفرج على مورينيو، ولا كلوب، بيغير طريقه لعب على حسب سير الماتش. مش لازم افضل العب ب 4 3 لحد نهايه الماتش، لان مفيش وقت. انت هتلعب في 5 ايام ماتشين، لو انت ما عملتش نتيجه ايجابيه هنا الناس دي هتروح تدوس عليك هناك، لان هو اصلا نفسيا راكب عليك في الماتش الفاينل ده. فانت عارف برضو لعيب الكوره لما يبقى كاسب اخر ماتش وهتلعبه الماتش اللي بعديه هو نفسيا راكب عليك. فلازم اللعيبه دي تهيئ نفسيا وتعرف ان ده مستقبل ممكن ما يتكررش تاني. يعني لعيب يعمل انجاز هو نفسه. هو الجيل فعلا ده في الجيل ده مش هيتكرر تاني. ان 4 سنين يا كابتن اسلام ممكن لعيبه ما يلحقش تانيه. ممكن محمد صلاح نفسه يبقى ده بالنسبه له انجاز ان هو يلعب كاس عالم لتاني مره، حاجه ان شاء الله باذن الله. وانا شايف محمد صلاح يعني كان بيعمل دور يعني فوق طاقته في البطوله صراحه. يعني هو 50% من قوه المنتخب. طبعا 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 يعني بدليل ان هو لما بيتمسك انت المنتخب بيبقى فيه شلل. انا النهارده لو مدرب هلعب دبل بريس على محمد صلاح، وده اللي بيحصل النهارده. بتشوف الصور 3 لعيبه على صلاح، كل الفيديوهات 3 4 لعيبه بيلعبوا عليه.